السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو الأخير احنا اتكلمنا عن 3 حاجات، والنهاردة نتكلم عن 3 حاجات تانية. ايه ال3 حاجات اللي اتكلمنا عليهم المرة اللي فاتت؟ اتكلمنا على تكوين المضارع التام، اتكلمنا عن استخدام المضارع التام، اتكلمنا عن السؤال والنفي. طب النهاردة هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم على الكلمات الدالة على المضارع التام بمعانيها، هنتكلم على الفرق بين فور وسينس، وهنتكلم على الفرق بين هاف بين وهاف جام. يبقى هنتكلم النهارده عن 3 حاجات. يلا نشوف الكلام ده على السبورة. الجمل اللي قدام العين فيها مكتوب بالاحمر الكلمات اللي بتدل او بتستخدم عادة مع المضارع التام. اول كلمة هي كلمة جاست. اول كلمة ايه؟ جاست. كلمة جاست معناها توا او حالا أو منذ قليل. أما حد يقول لك سارة has just done her homework. سارة has just done her homework. سارة لسه عاملة واجبها حالا، عملت واجبها توا. يبقى كلمة just معناها منذ قليل، ماشي، بتساوي a moment ago أو a short time ago. يبقى أول كلمة كلمة just تيجي في الجملة المثبتة، بتدل إن الحدث لسه حاصل طازة من حاجة بسيطة. الكلمة الثانية هي كلمة already. كلمة ايه؟ already. انا جايب already في 3 اماكن مختلفة عشان نفهم استخدامها. الاول ايه معنى already؟ طبعا already حتى كلمة مشهورة، احنا ساعات بنقولها بالعربي كمظهر، يعني مظاهر الثقافة. كلمة already يعني بالفعل. بالفعل. امتى او ايه معنى already؟ صلوا على النبي. already معناها قبل دلوقتي. بتتقال بالذات اما بقول للي بكلمه حاجه هو ما كانش متوقعها. بيقول لي هو انت مش هتروح تجيب علي من المطار؟ مش هتروح تجيب علي من المطار؟ اقول له علي has already arrived. علي بالفعل وصل. واحد بيقول لي do your homework، اعمل واجبك. اقول له I have already done it. يبقى كلمه already معناها بالفعل، بيعرفك، بياكد لك ان في حاجه حصلت او حاجه موجوده، وبالذات لما يكون المستمع مش متوقع ان الحاجه دي حصلت. ماشي، اما اقول لك يا سميره ميلك ذا كاو. ميلك ذا كاو يعني احلب البقره يا سميره. تقول احلب البقره، I have already milked it. انا بالفعل. خلاص، يبقى بياكد لك ان في حاجه حصلت او الحاجه دي موجوده بالفعل. الكلام ده قبل دلوقتي، حصلت قبل دلوقتي. تمام، تعال نشوف اماكن اللي بتوجد فيها already. already طبعا بتيجي في الجمله المثبته، ما تجيش في النافيه ابدا. already هنا جايه بعد بين هاف والتصريف الثالث، بين هاف او هاز والتصريف الثالث. I have already cleaned my room. لما اقول لواحد لو سمحت نظف غرفتك يقول I have already cleaned my room، انا بالفعل نظفتها. ممكن تيجي في اخر الجمله عادي، بس بشرط قلنا ايه؟ تبقى الجمله مثبته. سامي has watched the film already. سامي اتفرج على الفيلم بالفعل. يبقى already ممكن تيجي بين هاف وهاز والتصريف الثالث، وممكن تيجي في نهاية الجملة، ممكن تيجي في نهاية السؤال. خلي بالك already ممكن تيجي في نهاية السؤال، بس امتى بقى؟ صلوا على النبي. لما اكون عارف ان اجابة السؤال بيس وانا مستغرب. واحد بيقول لي انا رحت للدكتور، اقول له هاف يو سين الدكتور اوريدي؟ انت فعلا رحت؟ ده انت رحت وجيت بسرعه قوي. تمام، يبقى امتى بسال اوريدي؟ في نهايه الجمله، اما اكون عارف ان الاجابه اه وبستغرب من السرعه. هاف يو دان ذا اكسبيرمنت اوريدي؟ انت عملت التجربه؟ ده انت سريع قوي. خلاص يا جماعه، يبقى اوريدي بتيجي امتى؟ في نهايه السؤال، لو انا عارف ان اجابه السؤال بيس وانا بستغرب من السرعه اللي تم بيها الفعل. يبقى كده اتكلمنا عن just، اتكلمنا عن already. 3، yet. ايه yet دي يا جماعه؟ yet باللغه الدارجه بتاعتنا، عارفين كده لما اقول لواحد انت كلت ولا لسه؟ عملت واجبك ولا لسه؟ اقول له لا والله لسه ما عملتش الواجب. اهي لسه دي بالعاميه، او حتى الان بالعربيه الفصحى، تمام؟ او بعد، ساعات نسميها ايه؟ بعد. هي ديت يت. يت بتيجي في نهايه الجمله المنفيه، خلي بالكم، وفي نهايه السؤال. في نهايه الجمله المنفيه ونهايه ايه؟ السؤال. بصوا كده، I haven't done my homework yet.
انا ما عملتش واجبي حتى الان. بس دي معناها ايه؟ ان انا بعمل واجب على طول بس دلوقتي لسه ما عملتوش. تمام. وما اقول بقى ايه، هاف يو ميت سلمى يت؟ هاف يو ميت سلمى يت؟ قابلت سلمى ولا لسه؟ هو انت على طول بتشوف سلمى او كده، بقول لك شفتها النهارده مثلا ولا لا، شفتها دلوقتي ولا لا. ادا بالنسبه ليت، يبقى يت بتيجي في نهايه السؤال ونهايه الجمله المنفيه مع زمن الايه، المضارع التام. تمام. اللي بعد كده كلمه ايفر ونيفر، وهما الاثنين بيساووا بعض في المعنى، خلي بالك، بس واحده في السؤال وواحده في النفي، واحده في السؤال واحدة في النافية. أقول لوحدي have you ever met سلمى؟ أنت عمرك قابلت سلمى؟ خلي بالك هنا بقى بتكلم في حياتك كلها. إيه الفرق بين ever ها ويت في السؤال؟ ever قول إطلاقا في حياتك كلها، لكن يت بتكلم عن الموقف اللي إحنا فيه ده بس. إيه الفرق بين لما أقول لواحد have you ever done your homework؟ أنت عمرك عملت واجبك في حياتك؟ و have you done your homework yet؟ عملت واجبك ولا لسه؟ خلي بالك، يبقى yet مرتبطة أو متعلقة بالموقف اللي احنا فيه ده، لكن ever و never إطلاقا في حياتك كلها. إيه الفرق بين لما أقول I haven't done my homework yet و I have never done my homework؟ خلي بالك، I haven't done my homework yet أنا بعمل واجب على طول بس ما عملتوش في الموقف ده، لحد دلوقتي لسه ما عملتوش بس أنا بعمله على طول. لكن هنا بقول I have never done my homework، الواجب ده أنا عمري ما عملته في حياتي، ما بعملش الواجب إطلاقا أو البت. يبقى واضح الفرق بين never و yet. never و yet ده نفي في موقف معين، وده نفي مطلق في كل الإيه؟ حياة الواحد. أهو have you ever met سلمى؟ و have you met سلمى yet؟ إيه الفرق؟ أنا بتكلم في الموقف ده، قابلت سلمى ولا لسه؟ لكن هنا بقول أنت عمرك قابلت سلمى؟ الكلمة اللي بعد كده كلمة so far. so far يعني until now، until أو till now حد دلوقتي. أما أقول we have eaten أو المضارع التام بتاعنا أهو we have eaten 10 sandwiches so far، يعني لحد دلوقتي إحنا أكلنا 10 سندوتشات. بعد كده عندي كلمة lately أو recently. lately أو recently. lately أو recently برضو بتيجي مع المضارع التام، معناها مؤخرا أو في الفترة الأخيرة. بصوا كده، مول I haven't played football lately أو recently، لم ألعب كرة القدم مؤخرا. تمام يا جماعة. طيب بعد كده بقى عندي كلمتين مهمين جدا اللي هما for و since. for على فكرة بتيجي مع تقريبا كل الأزمنة، ما عدا الأزمنة، أو بتيجي مع كل الأزمنة تقريبا، لكن since خاصة بالمضارع التام بس، أو المضارع التام المستمر والحاجات دي. بص كده، أما أقول how long has Sally lived in الحمول؟ how long has Sally lived in الحمول؟ ده زمن إيه؟ أه مضارع تام، طبعًا ثبت الفعل على الفعل عشان ده سؤال. بقول لي سالي عايشة في الحمول بقالها قد إيه؟ بقول لي سالي has lived there يعني هناك في الحمول since the year 2000. عايشة في الحمول من سنة 2000. She has lived there في الحمول يعني for 20 years. عايشة في الحمول بقالها 20 سنة. إيه الفرق بين since و for من الجملتين دول؟ since بيجي وراها نقطة البداية، بدأت تعيش إمتى في الحمول؟ سنة 2000. لكن عايشة في الحمول بقالها المدة بقى، بقالها كام سنة؟ بقالها 20 سنة. تمام؟ يبقى since نقطة البداية، for المدة كلها بحسبها. تمام؟ ممكن كمان اجيب سينس مضارع تام سينس ماضي بسيط اهو شي اللي هي سالي شي هاز ليفد ذير في الحمول سينس شي واز بورن عايشه هناك من سنه ما اتولدت او من ساعه ما اتولدت برضه يبقى سينس هي جاي وراها نقطه البدايه يبقى سينس ممكن يجي قبلها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط طيب اخر حاجه بقى النهارده دول they have gone to London جماعه دول راحوا لندن They'll be back next Friday. خلي بالك في have gone. They have been to London. They have been to London. They are back. من الجملتين دول ايه الفرق؟ صلوا على النبي. بيقول لي هم راحوا لندن، هم هيرجعوا الجمعة الجاية. يبقى هم فين دلوقتي؟ هنا بقى كده زي ما بقول لك خرج ولم يعد. راحوا لسه ما جوش. يبقى have gone. تمام؟ طب they have been to London، هم راحوا لندن، كانوا في لندن، they are back، رجعوا.
يبقى هاف جون راح ولسه ما جاش، هاف بين راح وجه. لو واحد بيقول لي كان اي سي يور فادر، كان اي سي يور فادر، لو قلت له سوري بقول له ممكن اقابل باباك، قلت له سوري هي هاز بين تو ورك ولا هي هاز جون تو ورك، هي هاز بين ولا هي هاز جون، انا بقول له سوري معناه انه مش موجود، يبقى هي هاز جون. تمام كده وصلنا لنهايه الحصه، بس عايز اعرف ايه بقى اللي خدناه النهارده. اتكلمنا النهارده على ثلاث حاجات، اول حاجه الكلمات الداله على المضارع التام، اتكلمنا على ها جاست، اتكلمنا على already، اتكلمنا على yet، اتكلمنا على ever و never، تمام، واتكلمنا على ها so far و lately و recently، وقلنا الفرق بين for ها و since، الفرق بين have been و have gone. ياريت تكون حصة مفيدة واستفدت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أول مرة تشوفنا وعجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس. طيب لو أول مرة تشوفنا وما عجبكش الفيديو اشترك في القناة وفعل الجرس، جايز الفيديو الجاي يعجبك.